الواقدي في المغازي ينقل خبر آخر أيضا عن هرقل وردة فعله، يقول: وكان هرقل قد بعث رجلا من غسان إلى النبي صلى الله عليه وآله فينظر إلى صفته وإلى علاماته لما سمع عن خبر النبي، وإلى حمرة في عينيه في عيني النبي صلى الله عليه وآله، وإلى خاتم النبوة بين كتفيه، كلها كعلامات. وسأل فإذا، يعني هذا الرجل سأل، فإذا هو يعني النبي لا يقبل الصدقة، فوعى أشياء من حال النبي، جمع معلومات وكذا عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم انصرف إلى هرقل فذكر له ذلك، فدعا قومه يعني هرقل إلى التصديق به فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو في موضعه لم يتحرك ولم يزحف. يعني الخبر اللي وصل النبي صلى الله عليه وآله في سنة 9 إن الروم قد أعدوا العدة للهجوم على الجزيرة العربية كان خبر باطل، ولا هو صدر منه شيء من هذا القبيل. ليش؟ لأن الرجل قد آمن أصلاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللي قلنا عالجناه سابقاً في الأمر في بدايات الحديث. وكان الذي خبر النبي صلى الله عليه وآله من بعثته أصحابه ودنوه، وكان الذي خبر النبي صلى الله عليه وآله من بعثته أصحابه ودنوه إلى أدنى الشام باطلاً، يعني الخبر اللي وصل للرسول كان كذب مو كلام صحيح، ولم يرد ذلك يعني هرقل ولم يهم به، حتى نية ما كانت عنده، خبر كان باطل. الأنباط هم هذيل البدو الأردن هم اللي كانوا موصلين الخبر للنبي مجرد إثارات وكذا، وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله نتيجة ذكرنا وأرد أكرر يمكن بعض الأخوة ما كانوا موجودين، النبي مو أنه انخدع وطلع غلطان في هذه المسألة، ولكن قلنا أكو تدابير، حتى لو لم يصدق الخبر كانت هناك علامات أن محتمل الخبر صحيح، زائد بأن النبي بهذه الخطوة حقق نتائج إيجابية على الأرض. سنستعرضها، استعرضناها سابقا، نستعرضها باختصار اليوم إن شاء الله أيضا بعد قليل. اليعقوبي ينقل لنا في تاريخ خبر بعد أكثر من هذا، أن هرقل أصلا أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله يعلن فيها تصديقه، أن هرقل كتب إلى الرسول صلى الله عليه وآله هذه الرسالة، شنو مضمونها؟ إلى أحمد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بشر به عيسى من قيصر ملك الروم، أنه جاءني كتابك مع رسولك، وإني أشهد أنك رسول الله، نجدك عندنا في الإنجيل، بشرنا بك عيسى بن مريم، وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خيرا لهم، ولوددت أني عندك فأخدمك وأغسل قدميك. هذه الروايات عموما الأخبار بمجموعها تعطي نوع من الطمأنينة أن أكو شيء حصل، يعني تصديق هرقل بالنبي صلى الله عليه وآله من خلال كل هالروايات ممكن الإنسان يجمع أن فعلا الرجل قد صدق وحاول أن يبث إيمانه عند الناس ولكنهم لم يصدقوا. هناك تفاصيل أخرى استعرضناها العام الماضي عن مستشار أو عفوا حاجب هرقل، أيضا أعلن أنه هو آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، ذكرناه العام الماضي في ضمن حديثنا فلا نكرر. وجدت في موقع في الإنترنت بخصوص الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله إلى هرقل الخبر التالي، ولعل في الصحف الكويتية منذ سنوات مديدة يعني صورة الرسالة وضعت في الصحف، وأنها هي الرسالة بخط رسول الله صلى الله عليه وآله التي بعثها إلى هرقل. الموقع يتحدث هكذا، يقول: وقد ظلت هذه الرسالة متوارثة في أسرة هرقل، وكان منهم حكام في الأندلس، ثم انقطعت أخبارها بعد ذلك حتى وجدت بحوزة أميرة عربية كانت تقيم في لندن، وما أن علم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأمر الرسالة الوثيقة حتى أوفد مستشاره إلى زيورخ، حيث كانت مودعة في خزانة خاصة بأحد البنوك، ثم جرى نقلها بحضور الأميرة
إلى خزينة أخرى بأحد بنوك لندن، حيث درست هناك وتبين أن عمرها يزيد على 1300 سنة، وأن الوثيقة صحيحة أو على الأقل نسخة من الأصل. هذا من باب تحقيق أنك يعني درسوها. بعدين هو يقول: فقد وجدت صاحب الموقع، فقد وجدت معلومة أخرى تبين أن الملك حسين بن طلال عام 77 أعلن فيه لشعبه أن أثر، يعني أثراً من أعز آثار تاريخنا العربي الإسلامي، وهو أصل الرسالة التي وجهها الرسول صلى الله عليه وآله إلى هرقل عظيم الروم، وأن جلالته بمناسبة اليوبيل الفضي لتتويجه يتقدم بإهدائه إلى شعبه الأردني، وارتأى بأن تحفظ في مسجد الهاشمية. هذا خبر غير عن ذاك، هذاك يقول إنه موجود هناك، وهذا الخبر يقول إنه موجود هنا. صورة الرسالة المنشورة هي هذه، نشرت كثيرا في الصحف وعلى المواقع الإنترنت، لكن تفصيلها إذا كانت هي هذه هي الحقيقية، تفصيلها هكذا في البداية اللي هو المقطع الأعلى هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من طبعا تنقيط ما كان فيه، من محمد عبد الله، عبد الله ورسوله، إلى هذه إلى هرقل، هذه هرقل عظيم الروم، سلام هذه على من، وهذه اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاء، هذه بدعاء الإسلام، عفوا بدعاية الإسلام، هذه دعاية الإسلام: أسلم تسلم، ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أو الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ، طبعا هني شيء تشوفونها بدون ألف، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مس، والسطر اللي تحت لمون، وهذا ختم مكتوب فيه محمد رسول الله. اللهم صل على أحب أوقف شوية هني، يعني ولو الموضوع ما له خص يعني بالبحث، لكن أحب أوقف عند نقطة هي مفترق يعني مهم في حياة النصارى. النبي صلى الله عليه وآله ذكر في ضمن رسالته وهو الأرسيين، قال هني إذا تشوفون أو الأريسيين، فإن عليك إثم الأريسيين، بس بالرسالة كأنه الأرسيين مو الأريسيين. من هذيل الأرسيين؟ ليش قال عليك إثم الأرسيين؟ أرسيين أو الآن يعني بالكتابات الحديثة يقولون أريوسيين، باعتبار نسبة إلى شخص اسمه أريوس، هذا كان كاهن، وصار هناك يعني انشقاق في الكنيسة المسيحية بعد النبي عيسى عليه السلام، هل عيسى ابن الله ولد الله؟ هل هو هناك ثلاثة أقانيم، أم تمسك بالتوحيد وأن عيسى نبي مبعوث من قبل الله؟ هذا أريوس اسكندري، هو من الإسكندرية، وكان مؤمن بالتوحيد ويدعو إلى ذلك، ووجوده في زمن اللي يتبنوا الروم فيه من خلال قسطنطين. قسطنطين هو القيصر في سنة 300 وشيء ميلادية، هو القيصر اللي أعلن قبوله بالمسيحية كأحد الأديان التي تعترف بها القيصرية، كانوا طبعا وثنيين، هو أعلن قبوله بالمسيحية، قبوله هذا عطى فتشة للمسيحيين أن يتحركون بحرية نوعا ما في البلاد اللي يتواجدون فيها، في بلاد الروم، في مصر وغيرها، المناطق اللي كانت تحت سلطة الروم. لكن المشكلة إن هذا لمن ما ألغى الوثنية بدأت تدخل مفاهيم وثنية في المسيحية،
وبدأت تدخل أعياد وثنية بالمسيحية، وبدأت تدخل مصطلحات وثنية بالمسيحية، وصارت هني الحركة السابقة التحريفية في دين المسيح صارت أقوى وأخذت بعد آخر. وبالتالي هني الصراع اللي كان بين الموحدين من النصارى والمثلثين من النصارى صار أقوى وأخذ بعد آخر، ودخلت السياسة على الخط. وهذا قسطنطين كان يعجبه أن شيء من الوثنية السابقة تبقى مع المسيحية تنخلط فيكون أهون عند الناس وحقه هو أحسن. فبالتالي كان يعني أنسب له أنه يقوي المخالف لآريوس اللي كان هو إثناسيوس. نشوف الحين خبر. ظهرت مشكلة في الوسط المسيحي في الإسكندرية حول بنوة أو نبوة عيسى المسيح عليه السلام. فقال الكاهن أريوس السكندري، هذا طبعا أنا اعتمد في المعلومات على كتاب للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور اللي يذكرون كان جاي لنا الكويت في السبعينات يمكن أو بداية الثمانينات، وتكلم في أيام عاشوراء في على مسرح جمعية الثقافة، ذكر محاضرة كان عنده عن الإمام الحسين عليه السلام، محاضرة رائعة كانت يمكن يا أكثر من مرة أنا ما أذكر. فدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور من يعني المتخصصين في مجال التاريخ، عنده عدة مؤلفات، واحدة من كتبه عندي هذا الكتاب يتكلم فيه عن تاريخ أوروبا في القرون الوسيطة، فاعتمدت على بحثه في يعني هذا المجال. يقول ظهرت، فقال الكاهن أريوس السكندري بأن المنطق العقل يحتم وجود الأب قبل الإبن، ولما كان المسيح الإبن مخلوق للإله الأب فهو إذن دونه، يعني هم هو مخلوق وهم هو إبن، هالأمرين يخلوننا ما نصدق أنه هما واحد، ولا يمكن بأي حال أن يعادل الإبن الإله الأب في المستوى والقدرة، فالمسيح إذن مخلوق لا إله، مدام مو بمستوى وأقل منه ومخلوق له إذا ما يصير إله، وإلا فإن المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد، نرجع للشرك بعد مرة ثانية وبعبادة إلهين اثنين. فأنتوا تقولون إلهين ولا إله واحد؟ تقولون إله واحد، شلون يكون متأخر الثاني زمنا عنه؟ شلون يكون مخلوق له؟ شلون يكون ابن له والابن أقل من الأب؟ وخالفه إثناسيوس معتبرا أن فكرة الثالوث تحتم بأن يكون الابن مساويا للإله الأب تماما في كل شيء بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه وإن كانا شخصين متميزين. وقد تبنى هني الطريفة، الفكرة الطريفة اللي طرحها الدكتور سعيد، يقول انقسم الشارع المسيحي، المثقفين أصحاب العقل والمنطق والدراسة وكذا خذوا المبنى الأول مال أريوس لأنه يتوافق مع العقل، حكموا عقلهم في الأمر فآمنوا بأن الله واحد وعيسى ليس ابن الله. أما الناس اللي هم مو دارسين ومو أصحاب منطق وعقل وكذا، والطبقة المتدنية من رجالات الدين المسيحي تبنوا الرأي الآخر. وقد تبنى المثقفون، طبعا بلاد الروم من قسمة قسمين شرقية وغربية، هاي ذكرناها سابقا، شرقية عاصمتها القسطنطينية اسطنبول والغربية عاصمتها روما، وقلنا وهو يقول الحين بأن الشرق كانوا أهل فلسفة وعقل ومنطق ودراسة وكذا في الإسكندرية وغيرها، وبالتالي صاروا موحدين، مسيحيين موحدين تكتلهم أكثر هالصوب، واللي صاروا صوب الغرب صوب أوروبا كانوا أهما من اللي وافقوا على عقيدة إثناسيوس. وقد تبنى المثقفون المذهب الأريوسي لتوافقه مع العقل والمنطق، بينما اتبع عامة الناس إثناسيوس في عقيدته تبعا لعواطفهم التي تغلبت على عقولهم. الرسومات اللي وجدت لهم يعني هذا أريوس تصويره وهذا إثناسيوس. نظرا للفوارق الحضارية بين الشرق والغرب ساد المذهب الإثناسيوسي في بلاد الغرب اللاتيني، في حين أصبحت الغلبة في الشرق الهليني يعني اليوناني للمذهب الأريوسي. اليوناني باعتبار المنطق والكذا، البحوث المنطقية والعقلية وغيرها كانت عند اليونان، وكان معظم المفكرين والفلاسفة والأدباء من المذهب الأريوسي، في حين كانت معظم الطبقات الوسطى والدنيا التي انتمى إليها رجال الدين من الإثناسيوسيين. طبعا
طبعا اكو صراع صاروا قتل وكذا.